تابعونا وتابعوا أخبار تونس والعالم على البوجي في سيل انستغرام وعلى شان يوتيوب راديو مات. راديو مات الموجة اللي تزيك. مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا. مرحبا بالناس اللي تحقت بنا في الاستماع. تتواصل التحذيرات والنداءات والتدوينات اللي تأكد وتوثق الوضع الوبائي الخطير والخطير جدا. ما عادش نقول وضع وبائي خطير، ولينا نحكيه على وضع وبائي خطير وخطير جدا في تونس. الأرقام هي تأكد البارح أكثر من 80 وفاة بسبب فيروس الكورونا، عدد الإصابات قاعد يرجع إلى أرقام تصاعدية يوميا، قاعدين نلاحظوا في ارتخاء الحقيقة واضح وعدم احترام للإجراءات الصحية فيما يتعلق بارتداء الكمامة، المحافظة على التباعد، وإحنا في شهر رمضان، شهر الفضيل يكثر فيها التقارب والالتقاء والتجمعات العائلية والاجتماعية. كيف المستشفيات، مغلب المستشفيات والنداءات يقول لك أنه أقسام الإنعاش مغلبها تعبيت، ما عادش ثم حتى فضاول. نحكيه على أنه حتى الغالب ولينا وصلنا لمرحلة أنه شكون نختاره باش نرجم ندخلوه إلى قسم الإنعاش. باش نزيدوا نحكيه في الوضع هذا، وإحنا مهمتنا ووظيفتنا ودورنا كأعلام أنه ننقل لكم الواقع كما هو، وللأسف الشديد هذا هو الواقع وهذا هو اللي قاعد صاير. لنا قاعدين نهاولوا ولنا قاعدين نكبروا في الأمور، ولا الأطباء والناس اللي يوميا يواكبوا في الشأن الصحي والوضع الصحي في تونس قاعدين لا يخوفوا فيكم ولا يغلطوا فيكم. في الحقيقة الوضع حتى اللي كانوا يتنبؤوا بأنه الخطر باش يوصل لدرجة هذه ما كانوش يتصوروا أنه باش يوصل إلى هذا المستوى وإلى هذه الدرجة من الخطورة. ما حقيقة الوضع؟ شنية الأرقام؟ شنية وين ماشيين احنا؟ وشنو اللي نجم زاد كيف يتحول الوضع في الأيامات أو الأسابيع القادمة؟ حاضر معنا بالتليفون الدكتور محمد الشاهد، دكتور مختص في علم الأوبئة، معناها أكيد كل الأطباء في تواصل مع بعضهم ويتناقلوا في المعلومات ويواكبوا في الوضع في تونس وخارج تونس. دكتور مرحبا بك، أهلا وسهلا دكتور محمد الشاهد. أهلا مستمعي إذاعة راديو مات. شكرا لك دكتور. خلنا نبدأ كطبيب وكمختص في علم الأوبئة، ما تقييمك للوضع الوبائي في تونس من خلال الأرقام ومن خلال ما يتم رصده من حالات خطيرة قاعدة توصل إلى المستشفيات دكتور؟ شوف أنت توا فصلت الوضعية كمان بغي، معنى أنا كخصائي أوبئة نقول نشوف قدامي في موجة وبائية عالية الخطورة، معناها بصعود جنوني لعدد الحالات وعدد الموتى، ويمكن نلخصوها من حيث الخطورة ولا تسموها خطورة عالية ولا وضعية خطيرة جدا ولا وضعية كارثية بعنوان واحد، هو كونه إذا واحد منا توا في عائلته يكون عنده عزيزه ولا حد قريبه ياسر ويكون عنده مرض الكوفيد واستنفذ معاه حلول العلاج في المنزل واخذوه للمستشفى وين ثم إمكانيات توفير الأكسجين، وحتى توفير الأكسجين لا يكفي لحالته ويذهب ويمشي للإنعاش، ما عادش تم فرش متاع إنعاش. معناه باش نشوفوا قدامنا وضعيات وتوا بدينا مع الأسف الشديد ونقولوها بكل صراحة، وضعينا المعلومات الصادرة والصادرة والواردة من المستشفيات ومن زو أنا اللي في الخط الأول في المستشفيات يقول لك نشوف في مرضى قدامي بما أني ما نجمش نعمل لهم الانتوباسيون يموتوا قدامي وما نجم نعمل حتى. معناها احنا مش نوصلوا لها، وصلنا لها الحالة من هذا الوضع متاع الوفاة. معناها طبيب قدامه يعرف اللي هو ما عنده أي حل آخر إلا أنه يمشي للرينيماسيون للانتباسيون ويمشي يتصل بكل المستشفيات اللي حواليه مهما كانت مكانه في البلاد ويقولوا له كنا فول 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 ما عندنا حتى بلاصة فارغة. يشيروا اللي ممكن قدامه حالات موت ما ينجم يعمل حتى شيء على خاطر يلزمها
الانتباسيون لاسيسونس ميكانيك ريسبيراتوار ميكانيك. هذا وضعنا بالضبط. انا باش نقولها بكل الصراحه الممكنه، حتى المجهودات اللي يوعد بها سيد وزير الصحه وزاره الصحه وتقول راني باش نحاول نعمل أسرة اخرى وباش نوفر امكانيات اخرى، انا يا اخي انا نقول الوضع في الاسابيع الجايه باش يكون وضع مخطر ياسر. الحل مع الناشي في مستشفياتنا، طاقة استيعاب المنظومة الصحية في البلاد معناها البريفي والبيبليك راهي وصلت إلى طاقتها القصوى. حينئذ ما عندنا إلا حل واحد، والتحديد في عدد الحالات الجديدة. والتحديد في حالات الواحد هو كون كل واحد يلزم حدوده وما يمشيش يتحط في وضعية أنه ممكن شيء الجرثوم من واحد آخر. شنو معناها؟ زيد وضح لنا شنو معناها. معناها هذا هو بالنسبة لي أنا كأخصائي أوبية، هالموجة هذه هو يبدأ عندنا موجة وبائية. يقول لك إذا كانك عندك وسائل تدخل للحد منها ممكن تاخذ 3 إلى 4 أسابيع باش تحد منها. إذا أنت ما عندكش وسائل تدخل هي باش تمشي تتمادى الموجة على الأقل 6 إلى 8 أسابيع وتمر على الأخضر واليابس. اي شنو الحل؟ إذا كان ماناش باش ناخذوا إجراءات قوية جدا للحد من التعرض للمرض باش يكون عندنا مشاكل كبيرة ياسر في الأسابيع الجاية. وأنا سأستسمح لنفسي رغم أن هذا مش من مشمولاتي، مش نعمل نداء متاع مواطن عادي، للسلطات العليا في البلاد، للسلطات العليا في البلاد، للسلطات العليا في البلاد، من فضلكم وقفوا لنا مشاكلكم. وما عادش تحكيوا لنا في حتى شيء اخر الا في حمايه كيفاش نجموا نحميوا الشعب التونسي. من فضلكم ما عاد تحكوا في حتى شيء الا في الوسائل اللي ممكن تحمي الشعب التونسي. وهذا ما يمكن يكون الا باتخاذ اجراءات كبيره ياسر من نوع كونه حتى كان مش تطلبوا من الناس يلزموا منازلهم، يلزم نوفروا لهم وسائل الحياه، يلزم نخموا في هذا كيفاش نزلوا ماكلتهم، كيفاش نجموا نوفروا لهم حياتهم. هذا المطلوب توا، ما ثماش حاجه اخرى مطلوبه وما ثماش حاجه اخرى ممكنه. خاصه هذا نداء من القلب، خاصه وان كل المعطيات العلميه الصادره من يوم الى يوم تدل على ان الوضع خطير في العالم اجمع وما عندناش حلول. وما نحبش نزيد نفجع اخر باش نقول حتى الحل اللي كنا ناملوا منه نتيجه سريعه، هاكم تشوفوا صعوبة توفيره هو الفاكسان، وحتى في نوعيات الفاكسان فيها بداية قدح في بعض الفاكسانات اللي ممكن حتى كنجيبوه يمكن ياسر منش باش نستعملوه. إيه حين يذن شو الحل؟ الحل هو كون كل واحد يحمي روحه، يحمي روحه. الكمامة عاودنا 10 سنين 10 أشهر ولا 20 شهر يا ولادي هديكم الكمامة، ثم ازدراء تام بهال الواحد ما عادش تم إمكانية باش نجم نعاود نقولوا الكلام هذا. الناس كل تعرف في حين أنه كل واحد يعمل الكمامة ويعمل ديستانسياسيون وما يمشيش لحتى مكان ما هوش لازم يمشي له، وإذا كان مش يمشي يقضي قضية يكون بعيد ياسر، وكان لازم ما يمشيش للجامعة ما يمشيش، ويبتعد على كل الأنشطة اللي ممكن. يا أخي أنا توا بور إن كونفينمون جنرال توتال، يا أخي أنا لا أرى كأخصائي أو بها حل آخر على مدة أسبوعين على القليلة pour pouvoir casser la tendance dévastatrice de cette épidémie. غير الحجر الشامل. باش نزيدك معلومات أخرى ولا باش نتبادل نوايا في معلومات ولا في أسئلة أخرى. هذا رأيي الشخصي الذي يلزمني، وهذا نداء من القلب نتاع أن سيتوان دي نداء يراف الوضع صعيب وصعيب 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 وما تم حتى واحد عنده حل إلا أنا نمشي ونوفروا للمجتمع التونسي وسائل الحياة باش يمشي يحمي روحه ويبتعد عن المرض. ما عندناش حل. معناها ويزينا من الترهات نتاع النقاشات نتاع البلاتوات نتاع الأحزاب نتاع السبان نتاع الشتم. يا ولادي يهديك ماهوش وقته. معناها دكتور الحل الوحيد باش نخرجوا من هالمأزق الصحي اللي عايشينه اليوم والوضع الكارثي والخطير كما وصفته انه نمشيوا في الحجر الصحي الشامل. الشامل مع توفير الكل يا اخي اللي يحب الشعب التونسي وباش يخدمه يمشي يخمم في الحلول كيفاش نجموا نعاونوهم ماديا، كيفاش نجموا نعملوا حركه تضامن عامه تامه
باش توصل الماكلة للناس هذوما اللي باش تطلبوا منهم ما يخدموش ويشدوا ديارهم. والكلام ده كيف باش نجم عاونوهم عن بعد؟ يلزم استنباط هالحلول هذا ويزينا من ضيعوا في الوقت في الوعاظ. راهي الاوقات صعبه وصعبه جدا وراهي باش تمشي على اليابسي وعلى الاخضر واليابس. معناها دكتور تو حتى وكان الدوله قادره على توفير بعض الامكانيات اللي اكيد نقولوا محدوده قادرة. بكل صراحه نقولها لك ليست قادره. حتى كان باش الوزاره باش تقوم بواجبها وباش تقول لك راني باش نقوم بواجبي وباش نوفر اسره وكذا وكذا. احنا نعرفوا الوضع في السلوترا، احنا نعرفوا ما عندناش حتى الاقصائيين باش تعملوا، ما عندناش الرسوس يمان نسيتير. استنفذنا كل طاقاتنا القدرات الطبيه ولا واحد استنفذنا امكانياته. الناس كل تسيح وتعيط، ما عادش منجمين، ما عادش عندنا طاقه. المستشفيات فاتت طاقتها، ما كنا اللي خايفين منه هو استنفاذ طاقة المنظومة الصحية. أنا بكل مسؤولية وحسب المعطيات المتوفرة علميا وحسب المعلومات اللي تصدر من زملائي في وإحنا باتصال مع زملائنا، ما عادش عندهم حتى طاقة. الحل الوحيد هو تحديد عدد الحالات، النقص في عدد الحالات باش ما عادش يجيهم برشا حالات. هذا يقتضي تصرف آخر بتاع المجتمع يحمي روحه، يشد كل واحد مكانه. نوقفوا سيدي مندون دو سمان يفو تو ترتي، ما عندنا حتى حل. هذا الحل ما نعرفش اذا كان باش يمشيو فيه، اذا كان هو الحل الوحيد ظهر لي لازمنا نبداو نفكروا انه صحه المواطن قبل كل شيء. نعرف اني كي نسمعوا الكلام شوف فيه يموت ونجم تعملوا حتى شيء. انا حاسه من 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 صوتك ومن حديثك عن الوضع وفاهمه انه الوضع خطير وخطير جدا. واذا كان طبيب وانا تعودت بيك دكتور تاثر على مشاعري، انا تعودت بيك حتى في مداخلات سابقه كنت صادق وكنت تتكلم بكل موضوعيه وبطريقه دائما هادئه، لانه دائما كان ثم الامل انه ثم حاجه تصير وثم اجراءات نجم تلحقنا. الحقيقه اول مره نسمعك تحكي بالطريقة هذية وبالتأثر هذية، لأنه ما يأكد أنه الوضع بالحق ولا خطير وخطير جدا ولازمنا نعملوا حاجة. ولكن زادة كيف حبينا من خلالك أنت نعرف، لأنه يوصلنا بعض المعلومات وحتى استفسارات متاع المواطن على توا الإصابة بالفيروس هذية دكتور، وأنت مختص بعيد على الإجراءات الأعراض. توا ولينا نحكي على شباب صغار قاعدين يدخلوا إلى أقسام الإنعاش، توا شكون يحكي يقول إنه حتى الأعراض معناها السائدة اللي هي الكحة ولا السخانة ولا غيره ما عادش، ولا ساعات تصير توا تعكر فجئي لجهاز التنفس في شباب صغير. هالنقلة هذه عندها تفسير علمي علاش ولا توا يمس حتى الشباب الصغير والأعمار الصغيرة؟ وحكاية الأعراض هذه وتغير الأعراض، هل قاعدة صايرة معناها ولينا نشوفوا تعكر فجئي حتى من غير ما يبين الأعراض العادية، ولينا نحسوا شوية تعب فقط وإرهاق وديريكت يولي ضيق نفس؟ والله أنا باش ناخذ بخاطرك باش نمشي معك في بعض الجوانب العلمية. مسألش للمواطنين نعرف أعتقد أنها تجاوزها زعما كل حالة حتى أنسامبل الريم توا الجرثومة ولاش تدخلوا في جزئياتها. الاغلب على الظن انه انتشار واسع وسريع نتاع السلاله البريطانيه اللي هي اكتسحت توا الميدان وهي تنتشر بصفه سريعه جدا على خاطر ما ثماش حاجز يوقفها عن الواحد، ما عندناش معناها ايمونيتي ضدها. وتوا اكدت كونها هي عندها انتشار سريع حتى كل واحد عنده سامبل ريم هذاك راهو اذا نعتبروه السلوكاد كوفيد وراهو يمس الصغار والكبار كيف كيف، وراهو عنده طاقة انتشار كبيرة جدا وما عنده حتى علاقة بال ديسكريبسيون اللي كنا نعملوا لها فيها قبل. تو عن انتشار مجتمعي كبير جدا كل واحد عنده امتيتريم سيتان كاد كوفيد، وحتى كان يمشي يعمل تحليل تري فريسامبلابل مو باش يكون بوزيتيف في عود باش يعمل تحليل، والكل يمشي يسعى على انه ما يتطورش حالته باش تولي عنده انتكاسه في موضوع المرض وانتشار سريع وممكن يتصرف بسرعه حتى انه تتجاوز الامور على خاطر لازم يمشي رابيدمون. الاكسجين والاكسجين يبدا مش متوفر الا في البريفي ولا في السبيطارات، ومشكله
راهو مش لازم ندخلوا في الجزئيات. مع ان حتى حلول توا في الاسابيع الجايه باش يكون عندنا تغطيه مناسبه للفاكسان للاسباب اللي تعرفوها. ولهذا الزايد باش نحكوا في هالمواضيع، رانا في وضعيه خطيره تقتضي التدخل وتقتضي ان نلتزم ونحمو رواحنا، ما عندناش حل اخر، مع ان اكتساح مجتمعي كبير جدا للكوفيد اكتوالمون في تونس. والدليل على ذلك ان تمشي تشوفوا المعلومات، هنا اوني كلاسي هاي ليفل فيري هاي ليفل، معناها مستوى عالي ياسر لكل الدول على خطر الانتشار ان احنا كبير ياسر، وحتى وقفت معنا الاتصالات والكل هذا، معناها معطيات ثابته ما فيها حتى نقاش. الحل النقاش الكل في الحل، يلزم الضغط، نداء اخر للسلطات العليا في البلاد، ما عند الحل عندهم هما، يطلبوا من الناس باش يلزموا ما نزلهم ويوفروا لهم الاعانات الاجتماعيه اللازمه، ما عندنا حتى حل. الحجر الصحي الشامل، هذا الحل الحجر الصحي الشامل الذي يقرره مبدأ كوننا زادة نعمل حركة تضامنية كبيرة ياسر، ما نقعدوش نحكو وعنا 11 ألف و20 ألف شومار والكلنا توا عندو باسيل كلنا اون سيتياسيون متاع ونحمو روحنا شكا سون نيفو باش ما نبداوش نمشو نطوروا الى حاله تمشي المستشفى وما تلقاش كون الى بها. احنا وصلنا لها ديجا الحاله هذه، احنا فيها تو، فيها وصلنا لها، احنا فيها تو، ربي ان شاء الله يستر من الايام القادمه. انا اتمنى انك انت وزملائك انتم عاودتونا بكونه مسموعين ياسر، انكم لو ميساج ان لي رابيدمون فير دو سوليسيون باش نمشوا نعملوا تضامن وطني اجتماعي كبير جدا يمكننا من ان نوقفوا التيار نتاع الموجه الكبيره جدا بتكافل وتضامن وبقفه حازمه من طرف الواقفين على شأن هالبلاد، ويقفونا من المشاكل والأعراق ويتلهونا كيفاش يعاونونا باش نحلوا هالمشكل. واحنا بطبيعه يعاونوا المواطنين، فوالا يعاونوا المواطنين. واحنا بيدنا من خلالك انت نوجه هذا النداء وهذه الدعوه الى ضروره التضامن والتكافل كلنا مع بعضنا باش نجموا نمشيوا في هالقرار هذايا اللي هو هاكم سمعتوا دكتور مختص في علم الاوبئه يقول لكم لا حل فقط الا الحجر الصحي الشامل. وفي الوضعيه اللي عايشينها احنا الاقتصاديه صعيب ياسر الحجر الصحي الشامل الا اذا كان يصير تعاون وتضامن بين المواطنين التونسي والمجتمع التونسي. ان شاء الله ربي يستر تونس وربي يحمي الجميع. بربي 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 البسوا الكمامه، اقل شيء البسوا كمامتكم وقت اللي تخرجوا في القهاوي وفي الفضاءات المسكره خاصه وفي الفضاءات المزدحمه وفي وسائل النقل، وحاولوا اذا كان مش لازم الخروج بعد شقان الفطر اقعد في دارك قدام تلفزتك واحمي صغيراتك واحمي عائلتك، خير برشا برشا، لانه ساعات ندم وقت القضاء يولي بدعه. شكرا مره اخرى دكتور محمد الشاهد مختص في علم الاوبئه على كل هذه المعلومات والتوضيحات اللي قدمها لنا، واحنا على غالب بالتليفون هذيا وبالاخبار هذيا نكون وصلنا نهايه موجه الصيف لليوم، موجه رمضان اليوم سحر. نتقابل ان شاء الله غدوه.